الشركة المصرية الفرنسية للزراعات النسيجية، وهي شركة رائدة في مجال إكثار النباتات بطريقة زراعة الأنسجة النباتية وتطوير البحوث الزراعية. تعد الشركة المصرية الفرنسية للزراعات النسيجية من أكبر معامل التكنولوجيا الحيوية الزراعية، حيث تمتلك وتدير معملاً حديثاً مجهزاً بالكامل، بني وفقاً لأحدث المعايير وأكثرها تقدماً في مجال زراعة الأنسجة النباتية، ومصمم من قبل كبرى الشركات الاستشارية الفرنسية الرائدة في هذا المجال، وبالإضافة إلى فريق عمل الشركة حيث يضم نخبة من كبرى العلماء الدوليين والفنيين المختصين ذوي الخبرات العلمية والعملية. أنشئت معامل الشركة في موقع استراتيجي بمدينة القاهرة على مساحة 32 ألف متر مربع بالقرب من مطار القاهرة الدولي والتجمعات العمرانية الجديدة، ويتكون من مبنى المعامل على مساحة 1240 متر مربع، غرفة نمو النباتات على مساحة 640 متر مربع، الصوب الزراعية الخاصة بأقلمة النباتات على مساحة 1800 متر مربع، الصوب الزراعية المغطاة على مساحة 21 ألف متر مربع، الإدارة على مساحة 200 متر مربع.